بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة بنجر السكر، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن تسميد بنجر السكر. طبعا علاقة بنجر السكر إن أنا أصلا الحمد لله الدكتوراه بتاعتي كانت في بنجر السكر والبطاطس، وكان عنوانها ممكن حد يرجع لها موجود، وكان عنوانها تسميد البوتاسي وتداعياته على محصولي البطاطس وبنجر السكر الناميين على ارض رمليه. تمام، احنا هنا طبعا الحمد لله على ارض طينيه، فبنسمي الله كده وبنبدا. حد يقول لي انت جبت الفيديو ده منين؟ انت في الكويت؟ انا في الكويت، ولكن في اخ اسمه حمدي عوده بنشكره من قريه الرضوان جنوب بورسعيد، بنشكره شكرا جزيلا يعني على ان هو مدنا بالفيديو ده هو اللي احنا ممكن نشرح عليه. طبعا الحمد لله انا زرعت بنجر السكر بجميع الملل والنحل بتاعته وكل تحت كل الظروف. في ناس بتقول لك هو مش صعب، هو في تكات بس فنيه، اما في معظمه يعني هو زرعه سهله جدا وبتجود في كتير من انواع الاراضي، وعلى راسهم الاراضي الطينيه اللي فيها محتوى عالي من الاملاح، وفيها برضو وبتجود في الاراضي الكلسيه طبعا زي اراضي المنيا، ودي طبعا زرعنا فيها كتير جدا بنجر سكر، بس طبعا بالنظام الحديث اللي هو الآلي يعني، او الميكنة، او سميه زي ما تسميه يعني. فيلا بينا نتكلم عن تسميد بنجر السكر. بنجر السكر يا جماعة هو حال اي نبات بيحتاج للعناصر الصغرى وبيحتاج للعناصر الكبرى، ان كان العناصر الصغرى والكبرى قربناها قبل كده، وقلنا العناصر الكبرى اللي هي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة، ولكن العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بكميات قليلة أو صغيرة، والاتنين من الأهمية زي بعض، الاتنين في الأهمية زي بعض. تمام؟ بالنسبة للعناصر الكبرى طبعا بيحتاج للكربون والهيدروجين والأكسجين، دول بياخدهم النبات من المية اللي انت بتضيفها له ومن الهواء. اما بيحتاج ان احنا نضيف له في العناصر الكبرى النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكبريت والكالسيوم، دول بيعتبروا العناصر الكبرى. وفي عناصر صغرى طبعا زي الحديد والمنجنيز والزنك والليبدنم والبورون والنحاس، دول عناصر صغرى. تمام، بكل حاجة البنجر السكر لازم محتاج العناصر دي كلها ولازم تحطها، ولكن في بعض العناصر مميزة عن الأخرى هنتكلم عليها باستفاضة، وعلى رأسهم طبعا النيتروجين بيحتاج قد إيه، والفوسفور بيحتاج قد إيه، اللي هم بيعتبروا الثلاثة أو الثلاث أعضاء المثلث المكونين لأي نبات، اللي هو الـ NPK، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. تمام، طبعا الفوسفور حط على قد ما تقدر تحط، يكش تحط قد ايه حتى في تجهيز الارض ما عندناش مشكلة. والفوسفور يا جماعة المصادر بتاعته، يعني ايه المصادر؟ يعني انا اجيب الفوسفور ده منين؟ واحد يقول لي يعني ايه فوسفور؟ الفوسفور ده يعني نجيبه منين؟ يعني من السوبر فوسفات او حمض الفوسفوريك، سوبر فوسفات او حمض الفوسفوريك، دول الموجودين في مصر بكثره. في طبعا الماب والدابو، طبعا دول ما ينفعش ان احنا نحطهم بنجر السكر، او بمعنى اصح يعني الاقتصاديات بتاعت بنجر السكر ما تاهلوش ان احنا نحط له المعدلات او الاسمده اللي هي الجوده بتاعتها عاليه دهيت، او ان هي غاليه في الثمن، لان الاسعار في الاخر مش هتبقى يعني. واللي عنده ربنا موسع عليه يحط، مفيش اي مشكله خالص ان انت تحط حوالي من 150 ل 200 كيلو سوبر فوسفات محبب، يا ريت يكون محبب. محبب ليه؟ عشان بيقعد يدي النبات فتره كبيره، اما الناعم فبيتغسل بسرعه وظروفه ما بتبقاش كويسه، او بيتثبت يعني، او حاجه علميه في الاراضي انت كمزارع كبر دماغك عليها، بيتثبت يعني على حاجه كده، ما علينا فيه. ولكن هنروح لعنصر النيتروجين، والنيتروجين ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا. واحد يقول لي يعني ايه نيتروجين؟ هقول لك يعني ايه ازوت. تقول لي يعني يا دكتور برضو ازوت؟ اقول لحضرتك يعني اليوريا ازوت، والنترات النشادر ازوت، والسلفات النشادر ازوت، اللي هم اللي هم مصادر النيتروجين. يعني ايه ازوت؟ هو نيتروجين المصادر بتاعته ايه اللي هي اشهر ثلاث مصادر ليه، سيبك من الحاجات التانية بس عشان ما ادخلكش في متاهات، اشهر ثلاث مصادر ليه اللي هو سلفات النشادر اللي هي الملح اللي بسميه في مصر الملح. تمام، واليوريا 46% نسبة الازوت فيها، والنترات 33.5% وحدة ازوت. واحد يقول لي وحدة ازوت كيلو ازوت كلهم واحد، يقول لي طيب
نضيفهم ازاي؟ هقول لحضرتك على حاجة. اولا احنا ما بنأيدش ان الازوت يضاف بعد 80 او 90 يوم، انا بقول لك لحد 100 يوم ما عندناش مشكلة خالص بالنسبة لبنجر السكر. هتقول لي ليه؟ اقول لك البنجر السكر طبعا في مشكلة اللي هي يعني لما بنضيف كمية ياما من الازوت في التصنيع بيعمل مشاكل وممكن يرفضوا الشحنة بتاعتك او يقللوا لها، لان هي بتكلفهم، يقللوا في الرتبة بتاعتها لان هي بتكلفهم على ما بيستخلصوا منها السكر. فعشان كده دايما ما بنأيدش ان بنجر السكر يزيد، ان بنجر السكر يتحط له ازوت بعد التسعين يوم او الميت. انا عن نفسي بقول لي 100 يوم ما عندناش مشكله. طيب احط الازوت ده ازاي او النيتروجين ازاي؟ هقول لك هما بيتكلموا في 80 وحده، وفي اللي بيقول 90، في اللي بيقول 100، في اللي بيقول لا والله في الاراضي الرمليه بتزيد شويه ال 120، ما علينا زول. المهم انا هخير الامور الوسط، هقول لك حط 90 وهوزعهم لك توزيع ازاي. هتحطوا 90 وحدة أزوت أو كيلو أزوت أو كيلو نيتروجين، سميه زي ما تسميه، على 3 مرات. هتحطه على كام؟ على 3 مرات. إيه رأيك إن أول مرة بعد الخف على طول، بعد ما بتخف البنجر بتاعك وبيبقى النظام بتاعه كويس وعزقته في العزق الأولى، هقول لحضرتك هتحط له 30 وحدة، نحطهم على 3 مرات، قلنا نحط على 3 مرات، وإحنا عندنا 90 وحدة أو 90 كيلو أزوت على 3 مرات. يعني إيه؟ يعني كل مرة نحط فيها 30 كيلو أزوت، 30 كيلو أزوت. طب إيه رأيك أول مرة نحط سلفات نشادر؟ واحد يقول لي يا عم أنا عايز يوريا وتكبر، أقول لك والله سلفات النشادر دي يسموها يعني سلفات نشادر، صلفة يعني كبريت يا جماعة، يعني كبريتات نشادر أو سماد الملح. نحط منه كام؟ إيه رأيك نحط منه 3 أكياس، هو رخيص، 3 أكياس للفدان. 3 أكياس دول الكيس في 20، في 20.6 معدل النيتروجين فيه 20.6، يعني تقريبا ال 30 وحده اللي انا احطهم الاول تقريبا هيعملوا 150 كيلو. يعني احسبها ازاي طيب يا دكتور رجب؟ هقول لحضرتك انت مثلا اليوريا دي كام؟ 46%. طيب يعني معناها ايه؟ يعني معناها في الازوت لما نحسبها بقى الازوت والنيتروجين، يعني معناها كل 100 كيلو يوريا في 100 كيلو، كل 100 كيلو يوريا في 46 كيلو نيتروجين. طب النترات نفسه كل 100 كيلو نترات نشادر في 33.5 وحده ازوت او كيلو نيتروجين. طب بالنسبه لسلفات النشادر كل 100 كيلو سلفات نشادر فيهم كام؟ فيهم 20 وحده ازوت. طب انا عايز 30 من سلفات النشادر، يبقى احط كام؟ احط 150. تمام، 150، لان ال 100 في 20 وال 50 في 10، يبقى احنا تقريبا وصلنا 30 وحده تكون سلفات نشادر. واحد يقول لي لا انا احط يوريا عشان يجري، انت حر، انا بقول لك على اللي مطلوب. طب تاني مره، تاني عزقه على طول والدنيا كويسه معاك، تبدا تحط حضرتك كام؟ تبدا تحط حضرتك اليوريا بقى. ليه؟ اليوريا بتبقى يا جماعه جرعه منشطه، اليوريا بتبقى ايه؟ جرعه منشطه، جرعه منشطه بتسرع القصه شويه. طب انا عايز منها كام؟ عايز منها 30 وحده، عايز منها 30 ايه؟ 30 وحده، 30 وحده يعني ايه؟ يعني احط يا جماعه منها كام؟ احط منها تقريبا 75 كيلو يوريا للفدان دول ال 30 وحده، يعني هيكون كيس ونص. تمام؟ طيب اخر مره بقى احط ايه؟ واحنا بنشجع اليوريا وسلفات النشادر في الاول لسبب واحد، لان ما بتتغسلش بسرعه. سلفات النشادر فيها كبريت، الميزه بتاعتها في الاول ان فيها كبريت، لو عندك بي اتش عالي هيخفضه لك طبعا، وكده كده البي اتش عالي، فسلفات النشادر فيها كبريت، وبعدين النشادر الشحنات بتاعتها موجبه، يمكن حاجه الفلاح ما يعرفهاش ولكن بقول لاخواننا المهندسين موجبه، فبالتالي بتلتصق على حبيبات التربه وما بتتغسلش بسهوله. فعشان كده او الفلاح بيقول لك دايما دي بتدي النبات فتره، هي فعلا بطيئه في التحلل بتاعها، هي والسوبر فوسفات بطيئين جدا في التحلل بتاعها، فبتقعد تدي النبات مدى الحياه، يعني مدى حياه النبات يعني، او الفتره القصوى من الامتصاص بتاعه بالنسبه للعناصر يعني. تمام؟ بعد كده اليوريا بنحطها عشان تدينا شويه نمو خضري في اخر مره اللي هي قبل 80 يوم، من 80 ل 90 يوم بتحط سلفات النشادر، بتحط 30 وحدة نترات النشادر، آسف 30 وحدة، بنحط نترات النشادر، آسف 30 وحدة نترات نشادر. النترات النشادر ديت بتاعت أبو قير أو أيا كان، بتبقى فيها نسبة الأزوت 33.5%، أنا عايز 30 وحدة، يبقى هنحط كام؟
33 ونص، بحط كام؟ احط 100 كيلو، هحط كام؟ 100 كيلو. 100 كيلو نترات بيعادلوا 33 وحده، يعني احط كيسين نترات للفدان، وبكده ابقى اديت البنجر الفوسفور بتاعه في الاول، واديت له الايه؟ واديت له الان بي كي كامل لحد 90 يوم ما عدا البوتاسيوم. المفروض احط البوتاسيوم المحبب في اول الزراعه، او ان انا اضيفه برضه في العزقه الثانيه، بوتاسيوم محبب ما عنديش اي مشكل خالص، في العزقه الثانيه اضيف البوتاسيوم المحبب ما فيش اي مشكل خالص، او ممكن تحطه في العزقه الثالثه او اخر مره ازود ممكن تحط فيها البوتاسيوم، مع اني انا برجح ان هو يتحط على الاقل خالص، مش هقول لك في الخدمه ولا كده، ممكن تحطه في العزقه الثانيه، تمام، تحط بوتاسيوم محبب. بوتاسيوم ايه؟ بوتاسيوم محبب. هتلاقي الامور معاك بقت كويسه جدا، وما تكترش، اخرك 50 كيلو. لو ما فيش يبقى هنرش بوتاسيوم سايل ما بين الرشه والرشه شهر بمعدل 2 او 3 كيلو للفدان بوتاسيوم سائل، تمام. ودي يعني بنرجح ان هي تكون في اخر عمر النبات. المهم اللي انا يخصني دلوقتي شوية الكلام اللي انا قلتهم ده، وطبعا هنعمل كذا حلقة تاني لان الموضوع كبير ومش هتكمل في الحلقة دي. ونتمنى ان اي حد عنده اي فيديو صوره لنا ان شاء الله باذن الله تعالى بنزعه له باذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.